مرحبا، اليوم بمقلب الصغار بهذا البطاطس. عبودي سكر دعنك. ايه بمقلبهم بهذا البطاطس، يعني لو فتحت هذا البطاطس اذانك مو بعيونك راح يطلع منه شيء. اذانك عبد الرحمن دعنك. ايه سكرهم. تمام، يلا مين يبغى يفتح لي البطاطس؟ يلا تومي امسك. قل الحمد لله. عبد الله الحمد لله يرحمك الله. هاي فصيلي، مين يفتح لي بطاطس؟ أنا. يا توم افتح لي. حاول تفتحها، ما ادري ما قدرت افتحها. تعال هنا حبيبي، تعال هنا حاول تفك لي، حاول لا ترجع يتكسر. اي شو يا حبيبي؟ فيصل حبيبي استنى. اي افتح عادي، وخر على عبد الله، وخر حبيبي كذا. تعال افتح يا تومي يلا. ايوه لا تومي سويها. ليه؟ بس تومي الخاص عادي. ايوه ما تروحت يا تومي. جيبها فيصل يلا افتحها ماما. اعصابك لا تفتحها. شو الحركات هذه؟ بدي اشوف بجامة الحلوة هذه، بجامة العيد حلوة؟ انت الحلوة والله. انت فتحتها اول واحد، شو لينا؟ ايش قالت؟ قالت ودتها صعبة، قالت فتحته؟ يما راح سوى المقلب في العاملة. هو البطاطس هذا؟ لا ايش في داخله؟ قول ثعبان. عبودي يعرف يقول ثعبان صح؟ قول ثعبان. قول حية. شو هي ثعب؟ قول ثعبان. لا خاصة جاي أمرك ثعبان. قول باي يلا باي. عجبكم طيب هذا اللي هنا؟ وش اللي جوا هنا؟ تعبان صح. طيب يلا باي تومي، باي عبادي.